كلاس بنقول ايه؟ بنقول تحيه الاسلام. ايه هي تحيه الاسلام يا ميس بسمه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تاني بنقول ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب احنا كنا بنرد نقول ايه لما بنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تاني عايزه اسمعكم يلا كلنا نقول لمامي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قولوا لي يا بني فطرنا ولا لا زي ما احنا متعودين في الكلاس وقت المسؤول؟ كلكم فطرتوا؟ بس مامي بتقول ان في حد ما فطرش. كلنا لازم نقوم الصبح ونسمع كلام مامي ونفطر، ونفطر كويس كمان عشان نبقى اقوياء. طيب يا بني قولوا لي احنا بننام بدري ونصحى بدري ولا بننام متاخر؟ المفروض ان احنا دلوقتي عشان احنا بدانا السمر كورس ان احنا ننام بدري ونصحى بدري. طيب ليه بس بسمع ننام بدري ونصحى بدري؟ عشان احنا هنشوف بعض في الفيديو، فلازم نبقى صاحيين وفايقين مع مامي عشان نتفرج على الفيديو. انا النهارده وانا جايه البيت جايبه معايا واحد صاحبي اسمه ايه؟ اسمه سمسم. طب هيعمل ايه سمسم ده يا ميس بسمه؟ هقول لكم سمسم وهو جاي معاه حاجات حلوه كتير. الحاجات اللي جايبها يا ميس بسمه؟ جاي معاه حاجه اسمها سلوكيات. ايه السلوكيات دي؟ دلوقتي انا هروح اجيب سمسم وهاجي وهنعرفكم دلوقتي ايه السلوكيات اللي هو جايبها معاه. دلوقتي يا بلي انا جيت ومعايا السلوكيات. ايه يا ميس بسمه السلوكيات دي؟ انا مش عارف يعني ايه سلوكيات دي. يعني في حاجات حلوه بينفع نعملها وحاجات ما ينفعش نعملها ابدا. طب زي ايه؟ بص كده معايا. دلوقتي الولد ده بيعمل ايه؟ بينظف مع مامي البيت. احنا بنساعد مامي ولا مش بنساعدها؟ انا عارفه ان انتوا كلكم شطار وبتساعدوا مامي في البيت. طب الولد ده بيعمل ايه؟ بينظف مع مامي لان هو كان بيلعب، ولما خلص اللعب قال انا هنظف مع مامي. مش انت يا سمسم بتنظف مع مامي ولا مش بتنظف معاها؟ لا يا ماما انا مش عايزه ابني اللعب يا مامي، انا مش عايزه انظف، انا لسه صغير قوي على اني ارتب اوضتي وانظف كمان. لا يا سمسم مش احنا اتفقنا ان احنا بعد ما نخلص اللعب بتاعتنا بنلعبها كلها في البوكس ولا لا يا سمسم؟ مش انت بقى دي وانت ماشي هتفضل تبص عليها وهتوجع لك رجلك يا سمسم؟ مش احنا اتفقنا ان احنا لازم نلم اللعب بتاعتنا ونشيل هدومنا كمان في الأوضة بتاعتك ولا لأ يا سمسم؟ صح يا ميس بسمة، بس أنا لسه صغير يا ميس بسمة. ما هو أنت صغير بس لازم تتعلم يا سمسم إن أنت تشيل لعبك من الأرض، ما ينفعش تسيبها على الأرض أبداً يا سمسم، صح ولا لأ؟ صح يا ميس بسمة خلاص، أنا اتعلمت من ميس بسمة إن أنا هلم لعبي وأحطها في العلبة في البوكس بتاعها وكمان هنظم هدومي. برافو عليك يا سمسم، كلنا هنبقى شطار زي سمسم ونشيل لعبنا ونحطها في البوكس ونرتب الأوضة بتاعتنا. وسمسم قال لنا في الفيديو ان هو شاطر وبيشيل هدومه وبيعلق هدومه مكانها، صح يا سمسم مش انت بتعمل كده؟ قال لي انا بعمل كده، بشيل هدومي وبعلقها مكانها لما بكون خارج مع ماما وبابا وبحط هدومي في المكان بتاعها في الدولاب. طيب سمسم كمان المفروض ان هو شطور وبيسمع كلام بابا وماما، طب ازاي بيسمع كلام بابا وماما؟ يا سمسم يا سمسم يو يا ماما بقى انا دلوقتي بلعب، انت كل شويه بتنزل عليا ليه؟ ينفع يا سمسم نكلم مامي كده؟ ينفع ترد على مامي وهي بتنادي عليك وتقول لها كده؟ المفروض ان انت تقول لها ايه؟ نعم يا ماما، حاضر يا ماما، انت عايزه ايه وانا هعمله؟ ينفع يا سمسم تتكلم كده مع ماما وبابا؟ لا ما ينفعش. انت كده يا سمسم مش هتبقى حلو، انت كده هتبقى
وجده هتساعده وجده كمان وهتسيب اللعبة بتاعتك ولا لا؟ لا يا كده يا ميس بسمة انا بقيت بحطها مكانها خلاص. يعني وقت اللعب ليه وقت مخصص يا سمسم؟ واحنا ماما بتنادي علينا قبل كده لازم نروح ونرد عليها ونقول كمان ايه يا سمسم؟ اتفقنا. بنقول ايه؟ نعم. وبنقول ايه كمان؟ حاضر. صح يا سمسم؟ ايوه يا ميس. خلاص ده وقت؟ خلاص وقت. يعني وعد اتفقنا خلاص يا سمسم؟ ايوه يا ميس بسمة اتفقنا. خلاص اتفقنا يا سمسم. يبقى احنا بعد كده هنسمع كلام تيتا وجده ونساعد اي حد كبير نشوفه محتاج المساعده. خلاص اتفقنا؟ حاضر يا ميس بسمة. اتفقنا يا سمسم. اتفقنا. وبحب كل حاجه في المدرسه وبحب كمان اجي كل يوم. بتحب تيجي الاسكول يعني يا سمسم؟ ايوه.
اتفقنا؟ اتعلمت. طب انا هسألك يا سمسم، اوكي؟ رد عليا. ايوه يا ميس بسمة. طب انت لما بتلعب باللعب بتعمل ايه في البيت؟ انا بديها لاخويا الصغير حبيبي. بتعمل ايه كمان مع مامي لما بتلعب في اللعب؟ بتسيبها في الارض؟ لا مش بسيبها في الارض، انا بقيت بلمها دلوقتي، وكمان برتب هدومي وبحطها مكانها. شاطر يا سمسم. طب لما مامي بتنادي عليها بترد عليها ولا بتقول لها ان شاء الله.